ويسعد مساء المشاهدين. ضمن محاولة نقابة الممثلين الأمريكية لمحاربة التمييز العمري بصناعة السينما، فشلت الدعوة التي أقامتها لمنع موقع الأفلام الشهير IMDb من نشر الأعمار الحقيقية للممثلات، حيث حاولت النقابة حماية أعضائها الذين يبلغ عددهم 160 ألف ممثل وممثلة، مما تراه تمييزاً عمرياً وخاصة بالنسبة للممثلات كبيرات السن. وكانت محكمة بولاية كاليفورنيا أصدرت حكماً يفرض على الموقع إخفاء أعمار الممثلين الراغبين بذلك في وقت سابق، لكن الموقع استطاع لاحقاً إلغاء ذلك بسبب نص حرية التعبير. في آخر مستجدات قضية التحرش الأشهر ضد المنتج السينمائي هارفي وينستون، أفادت تقارير إعلامية بأن مجلس إدارة شركة وينستون للإنتاج السينمائي والتلفزيوني قال إن الشركة ستشهر إفلاسها بعد انهيار محادثات لبيعها. ولم يرد تأكيد الخطة حتى الآن على الموقع الإلكتروني للشركة أو عبر حسابها على موقع تويتر. وكانت الشركة تسعى لعقد اتفاق ينقذها من الإفلاس بعدما اتهمت أكثر من 70 امرأة المنتج السينمائي والرئيس السابق للشركة هارفي وينستون بالسلوك الجنسي المشين، بما في ذلك الاغتصاب، مع استمرار وينستون بنفي ذلك. طائرات الدرونز بدلاً من العارضات لأول مرة في ميلانو في عرض مجموعة من حقائب اليد لإحدى دور الأزياء العالمية الشهيرة. طريقة العرض المبتكرة أخذت أكثر من 45 دقيقة من تأخير موعد العرض للتأكد من إغلاق الحضور لشبكة الواي فاي على هواتفهم كي لا يؤثر ذلك على عمل الطائرات أثناء عرضها للحقائب.